باسم الإله الواحد الذي نعبده ونقدم له المجد والإكرام والسجود. سيادة الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة والحضور الكريم، أنني أشعر بسعادة أن أقف بينكم في هذا الحضور الكريم وفي هذا المحفل الكبير. أشعر بسعادة قوية أمام حراس الوطن من رجال القوات المسلحة ومن رجال الشرطة الوطنية، وأشعر في داخلي بعظمة هذه الأرض التي نعيش عليها. في البداية أود أن أقدم كل التعزية لهؤلاء الذين يقدمون دمائهم. نحن نقول في الأدبيات الشعبية أنهم سقطوا، ولكن الحقيقة أنهم ارتفعوا، وارتفعوا بمصر لكي ما يكون نجمها لامعا وزائعا في كل المسكونة. مصر بلادنا العزيزة والحبيبة، والتي تربينا على أرضها جميعا وننعم بالوجود فيها والانتماء إليها. مصر في تاريخها الطويل والعظيم وتاريخها الحضاري الذي علم المسكون كله، مصر التي وضعها الله كدرة في تاج البشرية وتاج كل الدول التي نراها عندما نطالع العالم القديم، وقبل اكتشاف القارات الجديدة نجدها في القلب. ومصر وطن لا ينقسم ولا يندمج، وحدوده الغالية كما هي منذ أن وضعها الله ومنذ أن وحدها مينا موحد القطرين، حدودها كما هي لم تزيد ولم تنقص، وحدودها غالية وكل شبر فيها له قيمته وعظمته. سيادة الرئيس، لقد فوضك الشعب جميعا ووضعنا كل الآمال وكل الأحلام على كتفيك، ولنا ثقة، الثقة الكبيرة في الله أولا وفي قادتنا العظام وفي بذلهم وإخلاصهم وأمانتهم وفي مقدمته كل القادة والضباط والجنود وكل من له عمل في قواتنا المسلحة وفي شرطتنا الوطنية وكل الشعب في هذا التفويض الممنوح لسيادتكم. هو تفويض مستمر، ولذلك سيادة الرئيس اعمل وتحمل هذه المسؤولية ونشاركك جميعا فيها، ونعلم أن الله عندما يرى إنسانا أمينا لا يتركه بل يعمل به ويستخدمه ويعطي من ورائه ثمارا كثيرة. إخوتي الأحباء، نحن في زمن متغير بأفكار كثيرة، ومصر مطمع لكثيرين، ولكن لنا ثقة في الله الذي يحمي مصر. أنا أقول دائما أن كل دول العالم وبلدانها في يد الله، أما مصر فهي في قلب الله. أشكركم كثيراً.